للجمال أسرار. أهلنا جميلة وأهلنا بالمستمعين الكرام في فقرة للجمال أسرار. كان عرفوا جميع أن كل ما تمتعت المرأة أو الشابة ببشرة نظيرة متوردة وصافية كل ما زاد جمالها وتألقها. لذلك سيداتي اليوم غنقدم لكم واحد القناع نظارة البشرة واللي كيساعد في الحصول على البشرة المثالية. والمكونات هي جد سهلة، فقط كنحتاجوا معلقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي مع جوج معلقة كبار من عصير البرتقال. وبالنسبة للطريقة سيداتي فهي كذلك جد سهلة فكنخلطوا المعلقة العسل اللي عندنا مع جوج معالق الكبار من عصير البرتقال، ثم كنوضعوا المزيج على البشرة ديالنا واحد مدة ديال 15 دقيقة. وباش نزولوا سيداتي هذا القناع فكناخذوا واحد القطن مبلل وكنمسحوا الوجه ديالنا ثم كنغسلوه من بعد. وباش نحصوا سيداتي على واحد البشرة نظيرة ومتألقة فخاص نحرصوا على استعمال هذا القناع مرتين في الأسبوع، وبإذن الله غتولي البشرة ديالنا نظيرة ورائعة وناعمة الملمس. إذا كانت هذه فقرة للجمال أسرار لهذا اليوم، موعدنا غيتجدد في موعد آخر بحول الله، والسلام عليكم.